إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. كتاب صلاة العذراء مريم حالة الحديد يتكون من 254 صفحة، ومش معروف مؤلفه مين ولا ظهر إمتى، لكنه عبارة عن مجموعة صلوات استندت أشهر صلاة فيها على معجزة انصهار الحديد وتخليص متياس الرسول من السجن على إيد العذراء مريم. قديس متياس الرسول راح يبشر في بلد ما، هقولك على اسمها دلوقتي. بعدين لما بشر فيها الوثنيين هناك اتغاظوا منه، ملك الوثني قبضوا عليه مع كل الناس اللي أمنوا بالمسيح على إيد متياس وحطوهم في السجن مزمعا أن يقتلهم كلهم. سمعت الست العذراء وهي بسيطة وغلبانة، سمعت أن متياس كان بيبشر في حتة، يعني الست العذراء كانت ساعتها لسه عايشة ما انتقلتش، لسه في حالها وهي في الجسد يعني. وبعدين يعيني جت الأخبار أنه قبضوا عليه، هي غلبانة ما تعرفش هو فين، يعني في أي بلد في أي حتة. فاتصلي قالت له كده بالنص، يا يسوع متياس معرفش فين وكان بيكلم عنك ويبشر عنك وقبضوا عليه، هنعمل ايه بقى؟ شوف هتعمل ايه. قال لها يسوع طبعا يعني مش محتاجة يعني، قال لها بصي هو في حتة اسمها بروتس دي تبع الهند. كلام غريب يعني، طب هنعمل ايه؟ قال لها طب بص ادي سحابة اهي اركبي روحي هناك وهتخلصي الموضوع. طب حاضر. ركبت السحابة الثانية بقت هناك، نزلت مع السحابة لقيت واحد ست كبيرة في السن بتعيط. تلاقي ستي بتعيطي ليه؟ تلاقي ابني عيان قوي وانا كان امل كبير ان متياس يجي يصلي له بس الملك قبض عليه وحطه في السجن وحيموتوه. قلت طب فين ابنك؟ تلاقي ابني هو حطت ايدها باسم المسيح خف. ايه ده؟ طب فين السجن؟ قلت لها السجن. راحت وقفت الست العذراء على رجليها، مش لقيت السجن مدجج بالسلاح، ناس كلهم معاهم سلاح، السجن عالي قوي قوي. قالت لي يسوع السجن بالمنظر ده ايه؟ خلاص حول الحديد لايه؟ لسائل ميه. فكل الحديد سال، الدنيا بقت مفتوحه، والعساكر يبصوا للسيوف اللي هو ايه؟ سالت. طلع متياس ازيك يا امي وبتاع، وناس بقى مساجين. الخبر وصل للوالي بتاع الوثني قال لهم ايه ده؟ قال لهم في واحده ست جت من شويه دوبت حديد البلد، احنا هنضيع. قال لها طب هاتوا الست دي شوف. جت
انت ايه ده؟ عملتي ايه؟ ايه اللي انت عملتي ده؟ بعد جاب الحراس قال لهم كل اللي طلعوا من السجن بما فيهم اتياس حالا يتقتلوا بالسيف. قالوا له جلاله الملك ما فيش سيف، كل السيف دابت، لا في مخزن ولا غير مخزن، دابت. لا ايه الحكايه دي؟ قال لها طب بصي انا عندي ابني عليه روح شرير وبيبهدله مفيش حد عارف يطلعه. قلت له طب هاتوا دخل للولد ابن الملك وعليه روح شرير، فصرخ الشيطان مين؟ ام الله الوحيد، ام المسيح المخلص، طلع ما استحملش. فالملك لما شاف كده قال ايه ده؟ انت مين؟ قالت له انا ام المسيح ام الله. قال لها طب اطلب منك طلب، ممكن تاني ترجعي الحديد حديد؟ كان هتعيش ازاي؟ قالت له خلاص الحديد يرجع حديد. رجع حديد كل البلد بما فيهم الملك، عمل ايه؟ امنوا وعملوا كنيسه مكان السجن، وزي ما جت على السحابه رجعت تاني على السحابه. لكل ما في الامر انها سمعت ان متياس في ازمه في الدنيا، هي كده تسمع ان حد في ازمه يعمل ايه؟ تنقذه. اللي شغالين مسيح اخر واللي افضل من الملائكه كانوا في ازمه والعذراء ما انقذتهمش، ومنهم الانبا شنوده اللي كان مصاب بالسرطان، والانبا توادروس اللي كان عنده مشاكل صحيه وبيعاني من مرض السكر. ما علينا، المهم ظهرت نسخ من كتاب صلاة العذراء مريم حالة الحديد بشكل كبير في ستينات القرن الماضي، وكتب مقدمتها شخص اسمه باسيليوس ميخائيل، وهو شماس جمع الصلوات النادرة دي للحماية من الشيطان. وبتبدأ الصلاة الأولى من الكتاب ببسم الله، وبعد كده صلاة السيدة مريم اللي خلصت متياس، وبالتوالي بتبدأ الصلوات بطريقة معينة غريبة شوية عن المعتقدات أو الصلوات المسيحية المعروفة. فمثلا بتقول العذراء مريم في الصلاة: أستحلفكم أيها الملائكة العلوية والشمس والقمر والنجوم والكواكب. وبعد كده بتستحلف الملائكة باسم الشياطين قبل سقوطها، وده مش مألوف في المسيحية، واللي أصلا بتمنع القسم والحلفان بكل أشكاله، كمان مش مناسبة لطبيعة ومكانة العذراء مريم، واللي بتخلي شفاعتها لوحدها قادرة على صنع المعجزات من غير الاستعانة بأي حد ولو حتى كانوا الملائكة نفسهم. طبعا ده بحسب العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. ونرجع تاني للكتاب، الصلوات فيه متنوعة جدا، يعني في صلاة للحماية، وصلاة لإخراج الأرواح الشريرة، وصلاة اسمها صلاة النظر والعين، وكلمات الصلوات دي بتشبه التمائم والتعويذ المرتبة بشكل معين. يعني في الكتاب هتلاقي دايما الرموز والحروف والأرقام المرتبة جوه أشكال مربعة، وكمان في جداول أحجامها مختلفة فيها مجموعة من الخواتم والكلمات الغريبة. وده معناه إنه كتاب سحر مش كتاب ديني أو كتاب صلوات. والكتاب ده انتشر بين الأسر المسيحية في مصر وخصوصا في الصعيد، واعتبرته كتير من الأسر دي كتاب للتبرك والحماية من الأرواح الشريرة لأنه بيحمل اسم العذراء مريم. وبالرغم من محاولات رجال الدين انهم يبينوا عقائديا اختلاف الصلوات في الكتاب عن التعليم المسيحية واللي بتنص على تحريم السحر والسحرة، لكن زي ما بيقولوا الممنوع مرغوب، يعني كان الكتاب بينتشر في السر او بيحطوه في بيوتهم علشان يحميهم من السحر والارواح الشريرة. وكمان في اعتقاد نفسي عند كتير منهم ان بركة الكتاب ده بتشفي المرض او بتمنع السحر. وفي منتصف التسعينات كان في محاضرة شهيرة للبابا شنودة اتكلم عن الكتاب وشرح ان كل اللي فيه ضد العقيدة المسيحية، واعلن ان الكنيسة بتتبرأ منه، وكمان اعتبر الصلوات اللي فيه صلوات شيطانية وتعويذ وخرافات، واكد وقتها انه لو لقاه في اي دير هيقطعه. لكن الغريب ان الكتاب لسه موجود بين النصارى وما زالوا بيقروه، على اساس يعني انه مجرد حجاب ضد الشيطان، او انه حتى بركة في البيت بتطرد الشياطين وبتشفي الامراض وبتزود الرزق. وانتشار كتاب صلوات العذراء حالة الحديد ممكن يكون سببه الثقافة الشعبية اللي اخدوها من الطقوس المصرية القديمة ايام الفراعنة اللي كانوا بيمارسوا السحر،
والسحر وقتها كان مرتبط بالدين. ده غير ان المصريين الفراعنة كانوا مهتمين جدا بالغيبيات لدرجة انهم خلوها حياة كاملة ابدية. وحتى الفراعنة زمان زي ايزيس وأوزوريس كانت الصلاة فيها تواصل سحري بين الانسان والالهة. وما يدل على الارتباط الوثيق بين المسيحية والوثنية اقتباس المسيحية من بعض موروثات المصريين القدماء، ومنها صلاة المصريين القدماء إلى حورس: السلام عليك يا حورس، يا أيها الموجود في بلد المئات، يا حاد القرنين، يا بالغ الهدف، إني قصدتك لأمدح جمالك، ألا فلتقضي على الشيطان الذي يتملك جسدي؟ والكتاب ده هو ما يحمل من صلوات وتعويذات والاستعاذة بالشياطين والتوابع خير دليل على أن المسيحية امتداد للوثنية ومشتق منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.